اسمها زهرة. ظهر يا دكتور. اوكي، النهارده ان شاء الله تبقى اخر ليكشر عندنا في الجزء بتاع الفايبريشن. بعد الميد تيرم ان شاء الله هنبدا في الجزء بتاع الويفز. ما تنساش ان شاء الله امتحان الميد تيرم هيبقى يوم الخميس ان شاء الله الساعه 3:30. طبعا يوم الخميس مش هيبقى فيه ليكشر عشان تقعد تذاكر، و 3:30 ان شاء الله في مدرج جيم ان شاء الله. سوبر بوزيشن اوف سمبل هارمونيك موشن. يعني ايه سوبر بوزيشن؟ سوبر بوزيشن بالبساطه كده زي ادينج. لو انت عندك تو فيكتورز بعملهم اديشن. طيب انت دلوقتي لو عندك تو فايبريشنز وعايز اعملهم اديشن، الريزلتنت الامبليتيود بتاعها بكام؟ الانيشال فيز انجل يا فاي بكام؟ شكلها ايه؟ البروبرتيز بتاعتها ايه؟ هل الفريكوانسي بيتجمع؟ هل الامبليتيود بيتجمع بيتضرب؟ كل ده عايزين ايه؟ ناخد فكره عنه. هل لازم يكون اتنين بالعدد؟ ممكن يبقى اكتر من اتنين، يعني اتنين او اكتر. الشروط اساسا، الشرط اساسا عشان يحصل اديشن بتوين تو فايبريشنز، يبقى اديشن بتوين تو فايبريشنز او اكتر، دي اللي بنسميها سوبر بوزيشن. يبقى سوبر بوزيشن عامل زي ريزلتد محصله. طيب هنفتكر بس شويه رولز خدناها قبل كده في اعداديه وفي ثانويه عشان نستخدمها اثناء الشرح. قانون الكوزاين. قانون الكوزاين بيقول ايه؟ لو انا عايز اجيب طول السايد مثلا AC اللي هو B، فبقول B سكوير ايكوال A سكوير بلس C سكوير ماينس ولا بلس حسب الانجل. لو انت بتاخد الانجل اللي جوه اللي واحد داخل واحد خارج منها، المفروض تو فيكتورز بشكلهم كده. كتير من الطلبه بتلخبط في الموضوع ده. فالانجل بيتا تلاحظ ان في فيكتور داخل عليها وفيكتور خارج منها، فلو انت واخد الانجل اللي جوه تبقى ايه؟ تبقى ماينس. لو انا واخد الانجل اللي بره دي اللي هي مثلا دلتا، يبقى تبقى ايه؟ بلس، اللي هي الانجل اللي خارج من عندها التو فيكتورز. فلما احفظ القانون احفظه صح. ساعات انا ما اعرفش انتوا في الثانويه بتاخدوه بالماينس ولا بالبلس، يعني ساعات تاخدوه بالماينس وساعات تاخدوه بالبلس والطالب يتلخبط. فانت لو فاهم هتقدر تعرف امتى تستخدم القانون. فلو باخد الانجل اللي جوه يبقى بالماينس، لو اخد الانجل اللي بره تبقى بالبلس، اللي هي الانجل اللي خارج من عندها تو فيكتورز. ريجولار بوليجون. ريجولار يعني كل السايز بتاعته ايكوال، كل الاضلاع بتاعته ايكوال. بوليجون يعني ايه؟ مضلع. ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى ترانجل، ممكن يبقى سكوير، ممكن يبقى بوليجون، ممكن يبقى بنتاجون، ممكن يبقى هيكساجون. فلو افترضت مثلا ان ايكوال 8 فده اسمه اوكتاجون اللي هو الثماني الشكل. وريجولار يعني كل السايدز قد بعض. فلو انا عايز اعرف الانجلز اللي جوه، الانجل دي بكام؟ دلتا دي اجيبها ازاي؟ بقسم 2 باي 360 على ان، يبقى 2 باي على ان، على حيث ان اللي هو عدد الايه؟ السايدز. طيب لو انا عايز اجيب الانتيريال انجل اكس اللي هي دي، طبعا كلهم قد بعض، فدي الانتيريال انجلز اكس دي هتساوي كام؟ ان ترمز اوف الدلتا. اكس بكل بساطه هي باي، طبعا مجموع زوايا المثلث 180 درجه باي، يبقى دلتا بلس اكس بلس اكس ايكوال 180، او دلتا بلس 2 اكس ايكوال 180، او الاكس ايكوال باي ماينس دلتا اوفر 2. طيب برضو خدنا قانون زمان كان بيعلمونا ان الاكستيريال انجل مجموع الانتيريال انجلز، الزاويه الخارجه ايكوال مجموع الزوايا الداخله. فلو سميت الزاويه دي الخارجه اي، يبقى اي بتساوي ايه؟ دلتا بلس اكس. لا سوري بعتذر، اي هي نفسها دلتا. ليه؟ لان دي برضو اكس، يعني برضو اي بلس اكس بلس اكس ايكوال باي. هسه قايلين باي بلس اكس بلس اكس ايكوال باي، نفس القصه اي بلس اكس بلس اكس ايكوال باي. ذيرفور ان الدلتا شود بي ايكوال ايه؟ سوري اي ايكوال دلتا. يبقى الاكستيريال انجل ايكوال السنترال انجل، دي برضو مهمه جدا هنستخدمها في احد الاثباتات، ان الاكستيريال انجل ايكوال السنترال انجل زي المركزيه. طبعا لو دي دلتا يبقى ده مع الهوريزونتال 2 دلتا، اللي بعدها 3 دلتا وهكذا. الريجولار بوليجون هو عباره الفيرتيزيز بتاعته بتمر، لو وصلتها مع بعض هتعمل سيركل، دي بنسميها سيركمسكرايبد سيركل.
ستريت لاين، شكل معادلة الستريت لاين y equal mx plus c، حيث ال m اللي هو سلوب و c الانترسبت مع ال y axis. لو c equal 0 فده بيعدي بالاوريجن. ممكن نكتب لو c equal 0 فممكن نكتب x over a1 equal y over a2، او ان السلوب هو a2 على a1. يبقى لو a2 على a1 ده بوزيتيف فالسلوب بوزيتيف. سيركل، معادلة السيركل x square plus y square equal a square، وال a ده الراديوس بتاع السيركل. معادلة الاليبس، تفرق ايه معادلة الاليبس عن معادلة السيركل؟ ان x square over a1 square plus y square over a2 square equal 1. ال a1 وال a2، a1 ده جزء الموضوع من x و a2 ده جزء الموضوع من y. طبعا لو a1 equal a2 بقت سيركل. دي بعض اشكال يعني الاليبس لونه احمر، مثلا 16 يعني x square plus 4 y square equal 1، ومش شرط يبقى كله سيمتريك حوالين y او سيمتريك حوالين x. لو هو مش سيمتريك حوالين y او x تبقى شكل الايكويشن فيها ترم x y، يعني لو الترم ده مش موجود يبقى الاليبس سيمتريك حوالين x او الايه، حوالين x وحوالين y. لو الترم اكس واي ده موجود يبقى ايه، هيبقى الاليبس مش سيمتريك حوالين الاكس وحوالين الواي. فدي الجنرال فورم للاليبس، معادله الايه العامه للاليبس، بيبقى فيها اكس سكوير وفيها، هي بس هنا في غلطه، دي واي سكوير، اي اكس سكوير بلس بي واي سكوير بلس سي اكس واي بلس دي كوال زيرو. فدي بعتذر، بس بدل اكس سكوير تبقى واي سكوير، ممكن نصلحها دلوقتي. اوكي، يبقى جنرال ايكويشن اوف الاليبس، is given by ax square plus by square plus cxy plus d equals 0. فلو الترم xy ده مش موجود يبقى الاليبس ده سيمتريك حوالين الx وحوالين الy. طيب ندخل بقى في السوبر بوزيشن. كل اللي فات اول 6 او 5 سلايدز دي كانت جاست ريفيجن على الجيومتري، لان كل اللي انا كتبته او كتبناه في السلايدز هيبقى ريكوايرد في الايه، في اللي فاتت. سوبر بوزيشن اوف سمبل هارمونيك موشنز، قلنا قبل كده ان الشابتر ده في بعض الكتب وكتب كتير بتحط الشابتر ده او الليكشر دي او الايتمز ده بعد على طول بعد السوبر بوزيشن دايركت، لانه مش اي علاقه بالدامج والايه والفورسز. بس كان الترتيب اللي اتفق عليه في كورس الفايبريشن عندنا ان احنا نخلص كل انواع الفايبريشنز، هيبقى عشان يبقى زي ما بيقولوا ميه واحده، طريق ميثودولوجي واحده اللي هي الايكويشن اوف موشن، اجيب الاكس والفلوسيتي والاكسليشن، ادرس الحركه. فعشان كده هو ده السبب ان احنا درسنا السيمبل هارمونيك موشن بعد كده الدامبد بعد كده الفورسد، واجلنا الشابتر ده في الاخر. فالشابتر ده مش اي علاقه بالدامبد موشن ولا بالفورسد موشن. من الاخر زي ما قلنا كلمه سوبر بوزيشن خدها على اساس انها كلمه اديشن، ان انا بعمل عندي اديشن. فلو الاوبجكت متعرض لاكثر من فايبريشن زي اكثر من فيكتور، فالريزلتنت هيبقى ايه؟ ده اللي احنا عايزين، هيتحرك ازاي؟ وارد جدا الاوبجكت يتعرض لاكثر من فايبريشن، زي مثلا كونكتد باي اكثر من سبرينج، وايه مثلا ممكن يبقى تو سبرينجز بيربنديكولار على بعض، او تو سبرينجز بينهم سيرتن انجل، وده بيفايبريت وده بيفايبريت. الاوبجكت هيتحرك ازاي؟ فانا عايز ادرس حركه الاوبجكت لما بيتعرض لاكثر من فايبريشن. السؤال طيب الفايبريشنز دي في نفس الدايركشن ولا بيربنديكولار ولا ايه بالظبط؟ ليها نفس الفريكوانسي ولا مختلف؟ ليها نفس الامبليتيود ولا مختلف؟ ليها نفس الفيز انجل ولا مختلف؟ كل دي هي اللي احنا هندرسها النهارده. طيب الريزلتنج اوسيليشن ويل ديبند اون ميني فاكتورز، الريزلتنت هتعتمد على حاجات كتيره.
هتعتمد على الدايركشن اوف ايتش اوسيليشن زي ما اتفقنا، هل الاثنين في نفس الدايركشن عكس بعض بيربنديكولار، بتعتمد على الامبليتيود ماجنيتيود A1 A2 مثلا، بتعتمد على الفريكوانسيز اوميجا 1 اوميجا 2، بتعتمد على الفيزز فاي 1 وفاي 2. سو ممكن الريزلتنت اللي انا بدور عليها لو هي في اتجاه الاكس هو الريزلتنت از جيفن باي A كوزاين اوميجا تي بلس فاي، كان الريكوايرد بقول لك الامبليتيود بتاع الريزلتنت بكام، التوتال فيز انجل او الفاي انيشال فيز انجل بتاعت الريزلتنت بكام، والاوميجا الانجل فريكوانسي بتاعت الريزلتنت بكام. يبقى انا بدور على الثلاث حاجات دول. يبقى لو انت عندك اكتر من فايبريشن وعايز تجيب الريزلتنت من الاخر، عايزك تقول لي الاي بكام الريزلتنت او التوتال امبليتيود، الانيشال فيز انجل التوتال بتاعت الريزلتنت بكام، والانجل فريكوانسي اللي هيتحرك بيها الريزلتنت بكام. طيب السيمبل هارمونيك موشن او لو عندك فيكتور او اكس ايكوال اي كوزاين اوميجا تي بلس فاي، بنمثلها بحاجه اسمها فيزر دياجرام. ايه الفيزر دياجرام؟ ممكن نمثل الكلام ده بفيكتور، طول الفيكتور هو الامبليتيود، والانيشال فيز انجل هي فاي ميجرد فروم البوزيتيف اكس اكسس. يبقى لو انت عندك فيكتور او سيمبل هارمونيك موشن اكس ايكوال اي كوزاين اوميجا تي بلس فاي، فدي ممكن نمثلها بفيكتور، طول الفيكتور هو A والانجل اللي بيعملها مع البوزيتيف اكس اكسس هي A هي فاي. معايا يا باشمهندسين؟ أنا مع حضرتك يا دكتور. اوكي، الفيكتور ده بيروتيت كما لو كنت رسمته عند تيكوا 0، عشان كده حطيت الانجل بكام؟ بفاي. طيب هو بيروتيت بسرعه اوميجا، يعني لو انا حبيت ارسم الفيكتور ده بعد 1 سكند سي اوميجا ب 10 مثلا، والفاي كانت ب 30 مثلا، يبقى افتر 1 سكند هتبقى الانجل بكام؟ ب 40، افتر 2 سكند وهكذا ب 50. يبقى انا رسمت الفيكتور ده عند تي ايكوال 0، يعني لما كانت الايه حطيت الترم ده بصفر، يبقى ما عنديش غير فاي. لو انا حبيت ارسمه افتر اي تايم هتعوض بس بقيمه التايم، او بيتحرك بسرعه اوميجا. بس عايز اظبط بس السيمبلز بعد اذنكم. اوكي كده اعتقد واضحه. يبقى بمثل الفيكتور اكس اوف تي، كل مره تلاقيه بقول فيكتور اي كوزاين اوميجا تي بلس فاي، بعباره عن ارو سهم، طول السهم هو ده الامبليتيود، والفيز او الانجل اللي بيعملها مع الاكس اكسس هي الايه الفاي. طيب لو انت عندك اكتر من فيكتور، تعال ناخد اكزام عشان ايه نفهم. اولا عشان ترسم اكتر من فيكتور او اكتر من سيمبل هارمونيك موشن على نفس الرسمه، في شرط. ايه الشرط؟ ان لازم كلهم ليهم نفس الاوميجا. ليه يعني؟ ليه يعني؟ لانك انت بترسم الرسمه دي اتيك وزيرو، ممكن ترسمها بعد 10 ثواني بقى كلهم لفوا بنفس الانجل، كما لو كنت رسمت ورقه، رسمت الرسمه في ورقه ولفيت الورقه بالظبط، فلازم كلهم يلفوا بنفس السرعه. يبقى ده اول واهم شرط في السيمبل هارمونيك موشن، اساس عشان نعمل اديشن لتو فيكتورز او اكتر، لازم 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 يبقى ليهم نفس الفريكوانسي. يبقى عشان اعمل اديشن بتوين تو فيكتورز او اكتر، لازم يبقى ليهم نفس الايه الفريكوانسي. ده من اهم الشروط عندنا في السيمبل هارمونيك موشن. يبقى لو انت عندك سي مثلا اكس 1 ايكوال 5 كوزاين، وطبعا لازم كلهم نفس الفانكشن، يعني كلهم كوزاين او كلهم ساين، مش واحده كوزاين والثانيه ساين، هتفرق فيها، هتفرق في الفاي، فلازم اخلي كلهم ليهم نفس الايه الفانكشن. سي مثلا كوزاين اوميجا تي بلس 30 والثانيه اكس 2 ايكوال 3 كوزاين اوميجا تي بلس 90 والتالتة اكس 3 ايكوال 7
كوزاين اوميجا تي ماينس 20. وعايز ارسم الثري فيكتورز او الثري هاسب هارمونيك موشنز دول على نفس الرسمه. الرسمه دي باسمها الفيزر دايجرام. اولا لازم اتاكد ان كلهم كوزاين. واحد يقول لي ايه مشكله لو ساين، لو واحده فيهم ساين لازم تحولها كوزاين، لا تفرق في الفاي. لو انا كاتب لك كوزاين اوميجا تي بلس 90 لو حولتها ساين الانجل اتغير، فلازم كلهم ليهم نفس الفانكشن. فلو واحده فيهم ساين لازم ترجعها كوزاين. اعمل ايه عشان احول من ساين لكوزاين؟ الساين نفسها كوزاين بس اشيل منها 90 درجه، فالساين ايكوال كوزاين ماينس 90 وهكذا. طيب فدي بتترسم ازاي؟ سي ده الاول فيكتور بديه 30 وده طوله 5، التاني 90 هيبقى كده وطوله 3 وده اكس 2 والاخير اكس 3 انجل نيجاتيف يبقى لتحت وطوله 7 يبقى دي 20 وطوله 7. طب انا لو حبيت ارسم الرسمه دي رسمتها عند تي ايكوال 0، طب لو انا حبيت ارسمها بعد 10 ثواني ايه اللي هيحصل؟ ما هم كلهم هيلفوا بنفس الزاويه اللي هي اوميجا تي، فكما لو كان انا عملت روتيشن للورقه اللي رسمت عليها. عشان كده لازم عشان يبقى في انترفيرنس او سوبر بوزيشن لازم كل السامبل هارمونيك موشنز ليهم نفس الايه؟ الاوميجا. في اي سؤال يا باشمهندسين؟ مش واصلين معايا؟ لا مفيش أسئلة يا دكتور. اوكي احنا هناخد اربع حاجات. هندرس اول كيس لازم افهم كويس قوي عشان في الامتحان تعرف تقول لي لما جاك سؤال تبقى تعرف ده تبع اي ايتم. هناخد اول حاجه، حاجه سهله جدا، سمبل هارمونيك موشن اسف سوبر بوزيشن اوف 2 2 بالعدد سمبل هارمونيك موشن مالهم؟ ليهم نفس الفريكوانسز وموجودين في نفس الدايركشن، يعني الاثنين في الاكس او الاثنين في الايه؟ في الواي. يبقى اول كيس اللي هي كيس سهله جدا، اثنين بالعدد ليهم نفس الفريكونسي اوميجا 1 ايكوال اوميجا 2 ايكوال اوميجا، والاثنين ماشيين في نفس الدايركشن، اما مختلفين في في الامبليتيود والفاي. يعني عندك اي 1 وفاي 1 واي 2 واي وفاي 2. الكيس الثانيه ودي الكيس الوحيده اللي هتبقى فيه اكثر من اثنين مالتيبل اوف سيما مونكوشن، دي الوحيده اللي هي اكثر من اثنين. طب ايه الحاجه الكومن اللي بينهم؟ كلهم ليهم نفس الفريكونسز ماشي، وحاجه اسمها ايكوال سكسسيف فيز ديفرنس. يعني ايه ايكوال سكسسيف فيز يعني فيز ديفرنس؟ اساسا فيز ديفرنس اللي هو فرق الفاي بين الثاني والاولاني، الثالث والثاني بالحاجتين ورا بعض. فلما اقول لك ايكوال سكسسيف فيز ديفرنس يعني يعني الثاني لو عملنا فاي 2 ماينس فاي 1 ثالث ب 30، فاي 3 ماينس فاي 2 برضه ب 30، فاي 4 ماينس فاي 3 ب 30، فاي 5 ماينس فاي 4 ب 30 وهكذا. كل اثنين ورا بعض سكسسيف يعني ورا بعض الفيز ديفرنس بينهم كونستانت اللي هو سايب 30 درجه. الكيس الثالثه دي الكيس الوحيده اللي ايه؟ ان الفريكونسي بتاعتها مختلفه. يبقى كل واحده ليها بتمتاز بميزه. اول واحده اللي هي الطبيعيه جدا، اثنين بالعدد ماشيين في نفس الدايركشن ليهم نفس الفريكونسي. الكيس الثانيه برضه ليهم نفس الفريكونسي، تفرق عن تزيد عن الاولانيه في ايه؟ في حاجتين، انه اول حاجه اكتر من اثنين اوكي بقى 100 200 اي رقم، وفيها ميزه وكلهم ليهم نفس الامبليتيود. بس مش مكتوب بعد اذن. فرقم اثنين لازم كلهم ليهم نفس الامبليتيود و ايكوال سكسسيف فيز ديفرنس. يعني الفيز ديفرنس ديفرنس يعني فرق الايه؟ الفيز بين الثاني والاولاني، زي بين الثالث والثاني، زي بين الرابع والثالث وهكذا، زي بين رقم ان وان ماينس 1. الحالة الثالثة اثنين بالعدد، ما خلاص كل الحالات اثنين بالعدد ما عدا الحالة رقم كيس رقم اثنين. اثنين بالعدد بس ايه؟ ليهم نفس الامبليتيود برضو بس سلايتلي ديفرنت فريكونسز. احنا قلنا اساسا عشان يحصل سوبر بوزيشن الشرط ان لازم التو او سيمبل هارمونيك موشن او اكتر ليهم نفس الفريكونس. طب لو هما قريبين من بعض، طبعا لو هما بعاد عن بعض اساسا مش هيحصل ايه؟ انترفيرنس خالص. ده ملوش اي علاقه بده خالص. طب لو هما قريبين من بعض، وهي ما معنى كلمه قريبين؟ يعني واحد الاوميجا بتاعته ب 100 والثاني 102 104، يعني الديفرنس تقريبا ولا حاجه، فالديفرنس اصغر بكتير جدا من اوميجا 1 او اوميجا 2.
لو قلت لك 100 و102 بضيف بس 2، ف2 اصغر بكتير جدا من 100 او 102، فدي بنسميها سلايتلي ديفرنت او بنسميها البيتس فيما تعرف بالبيتس او النبضات. كسر الرابعه 2 برضه بالعدد، بس ايه الفرق بينهم بين كل اللي فات؟ انهم بيربنديكولار، كل اللي فات كانوا في نفس الدايركشن، كل اللي فات كانوا في نفس يعني كلهم في اتجاه الاكس او كلهم في اتجاه الواي، يبقى الثلاثه اللي فات بيشتركوا في حاجه واحده ان كلهم في نفس الدايركشن. طب لو كان واحده في اتجاه الاكس وواحده في اتجاه الواي، اثنين بالعدد بس بيربنديكولار، يعني واحده في اتجاه الاكس وواحده في اتجاه الواي، شكل الامبليتيود هيبقى ايه؟ هما دول الفور كيسز اللي هندرسهم السوبر بوزيشن. هل هما دول بس الموجودين؟ لا، هما دول بس اللي احنا هندرسهم في الكورس عندنا. يبقى نعيد تاني، اول ثلاثة مشتركين مع بعض كلهم في نفس الدايركشن، يعني كلهم في اتجاه الاكس او كلهم في اتجاه الواي. اول واحدة اثنين بالعدد ليهم نفس الاوميجا، مختلفين في الامبليتيود والفيس انجل فاي. تاني واحدة دي الحاجة الوحيدة اللي هما اكتر من اثنين، دي الكيس الوحيدة اللي هما كتير. طيب ليهم نفس الامبليتيود، ليهم نفس الفريكوانسي، ايكوال سكسيسيف فيس ديفرنس. الحالة التالتة اثنين بالعدد بس ايه وفي نفس الدايركشن وليهم نفس الامبليتيود بس مختلفين في بعض ايه في الفريكوانسي، بس اختلاف ايه الديفرنس فيري فيري سمول. الكيس الاخيره اثنين بالعدد بس بيبقوا بيربنديكولار بيربنديكولار. اوكي هندرس الفور كيسز ان ديتيلز. نبدا باول كيس، يبقى عندك سوبر بوزيشن اوف 2 اثنين بالعدد سمبل هافينج ايكوال فريكوانسي اوميجا 1 ايكوال اوميجا 2 ان ذا سيم دايركشن، وبيختلفوا بس في الامبليتيود والايه والفيز. Like this. سي مثلا x1 equal a1 كوزين اوميجا تي بلس فاي 1 اهي، ودي بنمثلها بفيكتور طوله a1 والانجل فاي 1، والفايبريشن الثانيه x2 equal a2 برضه كوزين، لازم نفس ايه الفانكشن، لو واحده كوزين والثانيه ثانيه ساين لازم ترجع من ساين لكوزين او من كوزين لساين، يبقى عشان اعمل اللي هي الفاي تختلف اهم حاجه التو فايبريشنز شود بي اوف ذا سيم فانكشن، يا الاثنين كوزاين يا الاثنين ساين. يبقى لو همثل مثلا الفيكتور الثاني a2 اهو بيعمل انجل فاي 2 والامبليتيود بتاعه a2، انا عايز اجيب الريزلتات هنحلها بطريقتين، مره بالجرافيكال سوليوشن ومره بالاناليتيكال سوليوشن. بالجرافيكال سوليوشن لو انت عندك تو فيكتورز عايز اعملهم اديشن، بعملهم اديشن ازاي؟ يا اما بقاعده التيلت هيت ميثود او بقاعده ايه كمل الايه الباراليلوجرام. الباراليلوجرام ميثود لو عملناها بالباراليلوجرام ميثود اهو كمل متوازي الاضلاع، فالمين دياجونال او الليفت دياجونال هو ده الايه الريزلتنت، هو ده الريزلتنت ايه ده اللي انا بدور عليه، والفاي اللي هي بيعملها توتال فاي يعني اللي هي بيعملها الريزلتنت امبليتيود مع البوزيتيف اكس اكسس. يبقى هما دول الريكوايرد الاي توتال اي التوتال امبليتيود والفاي، ممكن اجيبها انا جرافيكالي وممكن اجيبها اناليتيكالي. نبدا بالجرافيكال سوليوشن، هنعمل ريزوليوشن يبقى التوتال اكس اذا كانت الاكس 1 كوزاين والثانيه كوزاين يبقى برضو الريزلت هتبقى كوزاين، واذا كان الاثنين من نفس الفريكوانسي فالفريكوانسي لا يجمع ثاني، الفريكوانسي لا يجمع ثاني، اللي بيتجمع هو الامبليتيود، وبالتالي الريزلت شود بي هاف ذا سيم فريكوانسي، فاللي هي الثلاثة لازم يلفوا بنفس السرعة، وبالتالي أنا بدور على الـ A and الـ Phi. يبقى الـ unknown بتاعي هي الـ resultant amplitude والـ resultant phase angle. بالنسبة للـ graphical solution عادي جدا، عشان أجيب الـ total A بكل بساطة هعمل resolution الـ A1. الزاوية اللي خارجة دي أهي هتبقى ايه دي ديفرنس، هتبقى فاي 2 ماينس فاي 1، انا لو مديت اللاين ده اي 1 بالانجل دي فاي 1 ودي كلها فاي 2 دي كلها فاي 2، يبقى ده الديفرنس اللي بينهم اللي هي فاي 2 ماينس فاي 1. من قانون الكوزاين هنستخدم قانون الكوزاين عشان نجيب الامبليتيود، فقانون الكوزاين ناخد الزاويه اللي خارجه دي، الزاويه اللي خارجه بما انك انت واخد الزاويه اللي خارجه هتبقى ايه؟ تبقى بلس، وبالتالي بكل بساطه استخدمت قانون كوزاين جبت الريزلتنت امبليتيود A ايكوال A1 سكوير بلس A2 سكوير بلس 2 A1 A2 كوزاين الزاويه اللي خارجه اللي هي فاي 2 ماينس فاي 1 بكل بساطه.
عشان اجيب الفيز انجل هعمل ريزوليوشن لـ A1 و A2. A1 ليها 2 components. الحته دي هتبقى A2 كوزين فاي 2، والحته دي A2 ساين فاي 2، والحته الثانيه دي هتبقى A1 كوزين فاي 1، ودي A1 ساين فاي 1. انا عايز اجيب فاي، فاي ليها كل دي، كل دي فاي، فتان فاي الايه الاوبوزيت اوفر الايه الادجيسنت. الاوبوزيت اللي هو مجموع A1 ساين فاي 1 بلس A2 ساين فاي 2، والادجيسنت اللي هو الصم بتاع A1 كوزين فاي 1 بلس A2 كوزين فاي 2. يبقى بكل بساطه تان فاي هي A1 ساين فاي 1 بلس A2 ساين فاي 2 اوفر A1 كوزين فاي 1 بلس A2 كوزين فاي 2. في حد عنده اي سؤال؟ في حد عايز نعد؟ لا تمام يا دكتور. اوكي، ده الجرافيكال سوليوشن. طبعا انا عارف الاثباتات مش علينا، دايما بعيد وبكرر، عمري ما اجيب لك اثباتات في الايه في الامتحانات، حتى كل ام سي كيو اجيب لك اثبات ازاي ام سي كيو. طب بتديني اثبات ليه يا باشمهندس؟ نصيحه، جايين نتعلم، جايين نتعلم، انا مش جاي هنا كسكشن احط لك القوانين وامشي، احنا هنا بنتعلم. ما تنساش الايه، طبعا ممكن تقول يا ولد داخل صبا عشان اتعلم يعني، بس خلي دايما نيتك انك جاي تتعلم. انا عايز اوصل لنفس القوانين دي اللي الايه والفاي، بس مش بالجرافيكال سوليوشن، بالاناليتيكال سوليوشن، بالاثبات الرياضي. تعال نشوف ازاي. اناليتيكال سوليوشن سهل جدا جدا، مش زي هما دول اكس 1 واكس 2، وانا عايز اجيب الريزلتات اللي هي مجموعهم، والمجموع ده بيساوي ايه؟ اللي هي ايه كوزين اوميجا تي بلس فاي. انا عايز اجيب الايه وعايز اجيب الايه؟ الفاي. ما تجمع دول. هما دول بيتجمعوا، فك الكوزين وفك الكوزين، كوزين كوزين ماينس ساين ساين. يبقى فكيت اكس 1 اكس 2 اهو، وفكيت الريزلتنت، اجمعهم مع بعض تطلع لك معادله جميله جدا. المعادله دي تتحل ازاي؟ خدنا واحده زيها، خدنا الطريقه. انت عندك الايكويشن دي فيها 2 انونز، تاني افكركم بس، الايكويشن دي فيها 2 انونز اللي هم مين؟ اللي هم الاي في اهو ده والفاي. يبقى يو نيد 2 ايكويشنز. ازاي اطلع 2 ايكويشنز من ايكويشن واحده؟ اللي يعرف يتفضل. جميل، يعني ما ذاكرتوش كده، معناها ان كنتوا ما ذاكرتوش. ازاي اطلع 2 ايكويشنز من ايكويشن واحده؟ مش منصين، لسه كانت اخر ليكشر في الفورسد. مش منصين، لا كده ده اتيتيود وحش قوي، يعني انا بتكلم في الهوا. مش منصين، حد يرد عليا. ازاي اطلع 2 equations من equation واحده؟ هنساوي ال معادلات الكوزين بمعادلات الكوزين، ومعادلات الساين بالساين تقريبا. ممتاز، معاملات مش معادلات، معاملات كوزين فاي. اشمعنى كوزين فاي؟ لان هي الانون، فاي 1 وفاي 2 دي ارقام، A1 و A2 دي ارقام، فهنساوي معاملات الكوفيشنز اوف الكوزين فاي في الليفت سايد. ادي كوساين فاي، ادي اول مره ليها مش موجوده تاني. لا اسف اعتذر، مش كوساين فاي، اذا كان فاي اللي انا عايزها، معاملات كوساين اوميجا تي وساين اوميجا تي، بعتذر. اذا كانت فاي دي اللي انا عايز اجيبها يبقى لازم تبقى موجوده في الايكويشنز، فبساوي معاملات كوساين اوميجا تي. ده اول ظهور لكوساين اوميجا تي، وادي كمان اهو ده في الليفت سايد، في الرايت سايد كوزين اوميجا تي اهي، وكوزين اوميجا تي هنا، فاساوي الكوفيشنز بتاعت كوزين اوميجا تي في الليفت سايد مع الرايت سايد، واساوي الكوفيشنز يعني تعامل مع كوزين اوميجا تي كمان لو كان ده الريل بارت، وساين اوميجا تي ده كمان لو كان الايماجينري بارت. كام ده ماثيماتيكالي رايت؟
mathematically right. فالمعادلة دي عشان تبقى صحيحة لازم الكوفيشنز بتاعت كوزين أوميجا تي وساين أوميجا تي في التو سايز should be equal. فده اللي هنعمله. هنا بدأ بالإيه؟ بمعاملات الساين. يبقى معاملات ساين أوميجا تي تأدي ساين أوميجا تي. أول معامل ليها بالنيجاتيف، نيجاتيف A ساين فاي. هتقولي ليه ما كتبش النيجاتيف لأنها طارت من كل السايدز. هنا رايت سايد عندك ساين أهي برضو نيجاتيف A1 ساين فاي 1، وعندك ساين أوميجا تي أهي نيجاتيف A2 ساين فاي 2، فتلاقي النيجاتيف اتشالت من الكل. بعد كده هنسوي معاملات الكوزاين. كوزاين أوميجا تي، أدي كوزاين أوميجا تي المعامل بتاعها A كوزاين فاي أهو، رايت سايد كوزاين أوميجا تي المعامل بتاعها A1 كوزاين فاي 1 أهو، وكوزاين أوميجا تي أهي المعامل بتاعها التاني A2 كوزاين فاي 2. يبقى عود نفسك على الطريقة دي. يبقى لو عندك تو عندك إيكويشن معقدة كده وفيها تو أنونز زي الـ A والفاي، وعايز أجيب معادلتين عشان انت عندك تو انونز، فهي زي ما اتفقنا بتشوف الحاجه المشتركه. انت عندك كوزاين اوميجا تي متكرره في الليفت سايد والرايت سايد، ساين اوميجا تي متكرره في الليفت سايد والرايت سايد، فسوينا الايه المعاملات. دلوقتي لو انا حبيت اجيب الاي، عندك دلوقتي تو اكويشنز اهم. لو حبيت اجيب الفاي سهله، اقسم 1 على 2 يطلع لك معادله التين على طول على طول. الاي راحت مع الاي، ساين فاي على كوزاين فاي، تان فاي اللي هي الايكويشن احنا جبناها من شويه. لو انا عايز اجيب الاي الامبليتيود اعمل ايه؟ اعمل ايه عشان اجيب الاي؟ لا ما مش منصين كده، ما ينفعش، لازم في فيدباك، لازم في انتر اكشن. مش منصين. انت عندك كويشن واحد واثنين، اقدر اجيب منهم الريزلت امبليتيود ازاي؟ وانا مش فاهم، هو انتوا مش معايا ولا ايه بالظبط؟ لا مع حضرتك بس بنفكر. بتفكر في ايه؟ سكوير جوادنج ايه ساين فاي وايه كوزاين فاي، وعايز تخلص من الفاي، يعني ايه مشكله؟ يبقى سكويرنج وادنج عشان تبقى ساين سكوير بلس كوزاين سكوير 1. يبقى سكويرنج وادنج تطلع الشكل ده، خد الروت طلع لك نفس القانون اللي فات. المهم في الاخر ملخص، انت عندك ايه؟ عندك قانون للفاي وقانون للاي، جبناه بالجرافيكال سوليوشن اعتقد كان اسهل بكتير، وجبناه بالاناليتيكال سوليوشن. سواء ده او ده احنا كده كده مش فارق معانا، لان احنا ما بنجيبش اثباتات، والقوانين جيفن كمان في الايه؟ في الامتحان. تعال ناخد سبيشال كيسز. يعني هنا الريزلتنت بتعتمدش على فاي 1 وما تعتمدش على فاي 2، بتعتمد في الريزلتنت امبليتيود بتعتمد على الديفرنس اللي بينهم. خدت بالك؟ تفرق تفرق. يبقى هي بتعتمد على فاي 2 ماينس فاي 1 اللي هي دلتا فاي، اللي احنا بنسميها الفيز ديفرنس. فاي 2 ماينس فاي 1 اللي هي دلتا فاي دي اللي بنسميها الفيز ديفرنس. ودي فاكت، دي المسمى ده مهم جدا جدا ان شاء الله في الويفز، يبقى نسمع عنه كتير قوي في الويفز. الفيز ديفرنس فرق المسار او فرق التور، مش فرق المسار، فرق التور، فيز ديفرنس. طب تاخد سبيشال كيسز، لو فاي 2 ماينس فاي 1 بزيرو، يعني الاثنين نفس الفاي، او ب 2 باي، يعني واحده 7 تايم 2 باي، او 4 باي، ايفن نمبر من 2 باي، ممكن اكتب ان في 2 باي، ان تايمز 2 باي، والان ده بياخد 0 1 2 3 عادي. يعني في الحاله دي كوزاين 0 بكام؟ 1، كوزاين 2 باي 1، كوزاين 4 باي 1، يعني الترم ده كله ب 1. يبقى الامبليتيود A1 سكوير بلس A2 سكوير بلس 2 A1 A2، اللي هو ده مفكوك مين؟ مش ده مفكوك A1 بلس A2 اول سكوير؟ الروت هيروح مع السكوير، يبقى طلعت الريزلتات هي المجموع الجبري ل A1 بلس A2. لا واحد يقول لي افهمها بقى، لا مش فاهم. هو ده اللي هنسميه بعد كده ان شاء الله في الويفز constructive interference، اللي هو بيدي maximum amplitude، اعلى amplitude اللي هو الصم بتاعهم. نفهمها ازاي؟ يعني لو دي الاولانيه مثلا هنسميها ساين، دي مثلا x1 ودي x2، معنى ان الفيز ديفرنس بزيرو، ان الاثنين بقت مع بعض اهو،
استخدم امبليتيود مختلف. هنا امبليتيود A1 وهنا امبليتيود A2 كده الاثنين بادئين مع بعض. او يعني تو باي ان الثانيه بادئه قبل الاولانيه بكمبليت سايكل بدات من هنا. بس لما جت الجمع كان الزيرو قصاد الزيرو، كان البيك قصاد البيك، كان الزيرو قصاد الزيرو، كان المينيمم قصاد المينيمم، كان البيك قصاد البيك، وهكذا. معنى ان فاي 2 ناقص فاي 1 بيفور باي ان دي بدأ قبل دي ب 2 سايكلز. بس لما تجي تجمع، ما انت هتجمع حاجه اكس 1 لسه ما بداتش، لما تيجي تجمع ال 2 سايكلز مع بعض كان الزيرو قصاد الزيرو، فدول بنقول عليهم ان فيز. ان فيز ان فيز يعني هاف ذا سيم فيز. ان ايه الفيز بتاع اكس 1 هو اكزاكتلي الفيز بتاع اكس 2، او ان ايه الاثنين بيوصلوا ماكسيمم مع بعض، بيوصلوا مينيمم مع بعض. انا ما قلتش ماكسيمم، بيوصلوا ماكسيمم هنا. فعشان كده يبقى ايه الريزلت الجمع الجبري، صفر زائد صفر اي 1 بلس اي 2، صفر زائد صفر ماينس اي 1 بلس ماينس اي 2، جمع جبري. ده اللي بنسميه كونستراكتيف انترفيرنس. طيب لو فاي 2 ماينس فاي 1 بباي او بتاتا اود نمبر من باي، بنكتبها 2n ماينس 1 في باي، او ممكن 2n بلس 1 احسن. لو n هيبدا من 0 حط n بصفر يبقى باي، حط n بواحد يبقى 3 باي، حط n باتنين يبقى 5 باي، وهكذا. اود نمبر من باي. في الحاله دي هيبقى الكوزاين بنيجاتيف، كوزاين باي بناقص 1، كوزاين 3 باي بناقص 1، يبقى هي مفيش نيجاتيف، اللي هو المفكوك بتاع اي 1 ماينس اي 2 اول سكوير، اللي هو اي 1 ماينس اي 2 ده اللي بيدي المينيمم فاليو، وده اللي فوق بيدي الماكسيمم فاليو، واللي تحت بيدي المينيمم فاليو. دي اللي بنسميها ديستركتيف انترفيرنس او تداخل هدام. نفهمها عشان نرسمها لوحدها. الاولانيه كانت كده، والثانيه بدات قبلها باي. طب ايه المشكله تكون بدات قبلها باي؟ ان الزيرو قابل الزيرو، بس الماكسيمم قابل المينيمم، والمينيمم قابل الماكسيمم، في الفيز شيفت بينهم باي او 3 باي، بدات قبلها بسايكل ونص او 2 سايكلز ونص، وهكذا. فلما اجي اجمع جمع جبري برضو 0 زائد 0 اي 1 بلس ماينس اي 2 ماينس اي 2 بلس ماينس اي 1 بلس اي 2 وهكذا. فالريزلتنت امبليتيود هو اي 1 ماينس اي 2، دي اللي بتدي مينيمم فاليو اللي هي ديستركتيف انترفيرنس. ولو طبعا اي 1 ايكوال اي 2 يبقى الريزلتنت بزيرو. تعال ناخد اكزامبل. فاين ذا ريزلت. طبعا في الاكزامبل لازم نشوف حد، شوف انتوا معانا ولا ايه، وانا بكلم نفسي وبضيع وقتي. ما شاء الله انتوا النهارده تتحسدوا، حتى عددكم 6. انا مش قد العدد ده، انا مش متعود على الارقام دي. تعال نشوف محمد سيد معايا. هو معاك يا دكتور. اوكي. طيب بص يا محمد معايا في الاكزامبل ده. فايند ذا ريزلتنت. طبعا لما اقرا سؤال لازم اول حاجه احدد دي اي كيس من سوبر بوزيشن، كيس 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4. هناخد 4 كيسز. طب تصور انك انت في الامتحان، طب هو مش كاتب لك، انت اللي بتحدد اي كيس عشان اعرف استخدم اي رول. فقال لك find the resultant of addition of two simple harmonic motion. هو قال لك ان هما اتنين بالعدد، يبقى انا استبعدت كيس 2 على طول كده. والله مش شرط، ما ممكن كيس 2 ممكن يبقى ان ممكن يبقى اتنين برضو. طيب two simple harmonic motion given by y1 3 cosine 2t y2 يبقى الاتنين في نفس الدايركشن، يبقى انا استبعدت ايه؟ اخر واحده كيس 4، لان كيس 4 كانت واحده في الاكس وواحده في الواي. اما اول ثلاثه اول 3 كيسز في نفس الدايركشن، هنا 2 سمبل هارمونيك موشن في نفس الدايركشن، الاثنين من نفس الاوميجا، يبقى انا استبعدت كيس 3. يبقى انا بلعب كده في كيس 1 و 2 2 بتشترط ان ايه؟ ان لو هما اثنين يبقى هي نفسها 1 بصراحه. يعني كيس 2 لو هم عددهم 2 هتدي نفس الرولز بتاعت كيس 1. يبقى انا كده حددت ان ده كيس 1 ديفرنت في امبليتيود، ليهم نفس الفاي
هو دول نفس الفاي؟ لا، عشان نحدد الفاي لازم الاثنين يبقوا نفس الفانكشن. طبعا اول واحد طبعا المستعجل هقول لك ان واي 1 فاي 1 بصفر وان فاي 2 بصفر، هيك ده صح؟ هل فاي 1 بزيرو وفاي 2 بزيرو؟ لا يا باشمهندس، الاثنين ليهم نفس، لازم يكون ليهم نفس الفانكشن، يا الاثنين كوزاين يا الاثنين ساين. فين يعني واي 1 هي كوزاين، يا اما تحول الكوزاين لساين او في واي 2 تحول الساين الى كوزاين. يبقى عشان اجيب الفايات لازم التو ويفز ليهم نفس الفانكشن، فكده فاي 1 مش بصفر او فاي 2 مش بصفر. تعرف تحول من ساين لكوزاين ولا من كوزاين لساين؟ مش فاكر. الساين، الساين هي نفسها كوزاين بس يشيل 90 درجه، الكوزاين سابق الساين ب 90 درجه. وبالتالي بكل بساطه ممكن واي 2 تحولها من ساين لكوزاين اطرح 90 درجه، يبقى من ساين لكوزاين بشيل، اكتب بدل ساين اكتب كوزاين واعمل ماينس باي باي 2. وبالتالي فاي 1 فعلا بزيرو وفاي 2 باي على 2. كده عرفت اهو ان فاي 1 بزيرو وان فاي 2 بنيجاتيف باي على 2، مش بزيرو. خلاص كده حددت الفاي، طبق بقى في القانون تجيب الامبليتيود وتعرف تجيب الايه. تمام ما كملتهاش، هي دي كانت بس الفكره بتاعتها. بعد كده تجيب الريزلتنت امبليتيود والريزلتنت فاي، تعوض عن فاي 1 وتعوض عن فاي 2. الكيس الثانية، الكيس الثانية عايز التركيز شوية لأن أنا هحلها بس بالجيومتري، لأن بالأناليتيك بتبقى صعبة قوي قوي قوي، فنحلها فقط في بالجيومتري سوليوشن. هي عبارة عن إيه؟ أولاً هم عددهم كتير، دي الكيس الوحيدة اللي عددهم كتير فهي مميزة. إيه بقى خواصها؟ كلهم ليهم نفس الفريكونسي، كلهم ليهم نفس الأمبليتيود. طيب مختلفين في الفاي بس مش أي فاي، مش راندوم، لا لازم equal successive phase difference. يعني equal successive ورا بعض، يعني phi 2 minus phi 1 هيفسها phi 3 minus phi 2 هيفسها phi 4 minus phi 3 هيفسها phi n minus phi n ناقص 1. فهم زي مثلا، طبعا انا مش هكتب n، انا هكتب عدد مثلا كتبت 4 عشان بس تبقى فاهم بس الفكره. x1 الphi 1 بتاعتها بصفر، كلهم ليهم نفس الاوميجا اوميجا اوميجا اوميجا، كلهم ليهم نفس الامبليتيود اي نوت إنوت إنوت إنوت، مختلفين في الفاي بس مش مختلفين راندملي 30 10 50 70 90 20، لا لازم أول واحدة ساي مثلا فاي 1 بتاعتها بزيرو، فاي 2 بكام؟ بدلتا، فاي 2 ناقص فاي 1 بدلتا، طيب فاي 3 ب 2 دلتا، فاي 3 ماينس فاي 2 بدلتا برضو، فاي 4 ب 3 دلتا. يبقى لو هكتب إلى فاي ان اكس ان x رقم n اخر واحد هيبقى a نوت كوزاين اوميجا t بلس n ناقص واحد في دلتا. ليه كتبتها كده؟ لان لما كان x بواحد دلتا بصفر، x باتنين بقت واحد، تلاتة يبقى اتنين، دايما الرقم المضروب في دلتا اقل من رقم الفايبريشن، عشان كده لو اكس رقم ان اخر واحد تبقى لنا ان ناقص واحد. عايز اجيب الريزلتنت بتاعت ايه الان دول، فهنحلها بالجرافيكال اللي هنشوفها من الاناليتيك تبقى صعبه قوي قوي قوي. في الجرافيكال هنا انا فرض عددهم باربعه، تعال نرسمهم ب، انا اجمعهم بطريقه التيل تو هيد مش بطريقه الباراليلوجرام زي ما عملنا، عشان هناك استخدمنا قانون الكوزاين فاضطريت اعملها بطريقه الباراليلوجرام. دي هعملها بطريقه التيل تو هيد. ايه طريقه التول ده التيل تو هيد؟ افكركم بيها سريعا، لو انت عندك تو فيكتورز، فيكتور كده A وفيكتور B، وعايز اجمعهم مع بعض جرافيكالي، بجمعهم ازاي؟ ببدا باي واحد بايه مثلا، ومن نهايه A ارسم B، من نهايه B A ارسم B. ولو كمان مثلا في فيكتور اسمه سي كده مثلا،
يبقى عايز A بلس B بلس C من نهاية B ارسم C. فين الريزلتنت؟ نقطة البداية إلى نقطة النهاية. يبقى الريزلتنت من نقطة البداية إلى نقطة النهاية هو ده الريزلتنت. فالطريقة دي اسمها تيل تو هيد. ليه سميناها تيل تو هيد؟ لأن الريزلتنت من أول تيل إلى آخر هيد. تيل تو هيد ميثود. طيب عايزين نجمع دول بطريقة التيل تو هيد ميثود. هرسم الأولاني. الأولاني أهو. الأنج بتاعته 0 X1 وطوله A نوت. التاني الأنج بتاعته دلتا ونفس الطول يعني كلهم هيبقوا دايرة لأن كلهم نفس الأمبتيود. التاني وهكذا. يبقى كده رسمت الايه الفيكتورز. انا عايز لسه ما جمعتهمش. انا رسمتهم بس بالايه بالفيز دايجرام. هنجمعهم مع بعض دلوقتي. يبقى شكل الريزلتنت برضو نفس الشكل اللي هنتعود عليه كما لو كان ذا ريزلت اوف ذا سميشن اوف ذيس فيكتورز. طبعا دي غلطه كوزاين طبعا مش ساين. بعتذر. ازاي اجمع كوزاين ديزاين؟ طيب يعني اظبط الانيميشن ده بعدين. اوكي طيب الريزلتنت هتبقى A كوزين اوميجا تي بلس فاي. خلاص كلهم طبعا زي ما اتفقنا اوميجا ما بتتجمعش فريكونسي ما بتتجمعش عشان كده الريزلتنت شود بي هاف ذا سيم فريكونسي. انا عايز اجيب الريزلتنت امبليتيود والريزلتنت فاي. هنجمعهم بطريقه التيل تو هيد. ادي اول فيكتور. ثاني فيكتور من نهايه A1 من نهايه X1 رسمت X2 دي نفس الامبليتيود بس انجل دلتا. من نهاية X2 هرسم X3. من نهاية X3 هرسم X4 وهكذا. زي ما اتفقنا إذا كانت دي دلتا يبقى هنا دلتا بلس دلتا. لو مديت ده يبقى دلتا. يبقى ده تلتا دلتا وهكذا. فين الريزلتنت؟ من نقطة البداية إلى نقطة الإيه؟ النهاية هو ده الريزلتنت أمبليتيود. وفين الريزلتنت فاي؟ الريزلتنت فاي من الإيه إلى أول واحد. من الإيه إلى أول واحد. لا مش شرط بقى الى سوري من الى الافق يعني فاي شود بي ميجرد من الافقي. فانا عايز اجيب الاي وعايز اجيب الاي الفاي. اجيبها ازاي؟ طب اغير دي برضو. طيب بص معايا بقى. طبعا دي الدايره اللي بنسميها سيركل سكريبت سنترال سكريبت سيركل بتمر بالفيرتيزيز بتاعت الفيكتورز. لو انا وصلت بين السنتر بتاع السيركل وبين الفيرتيزيز بتاعت الفيكتورز هيبقى كلهم ليهم نفس الايه ذا ايسوسيس ار 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 لان كلهم ليهم نفس الايه الامبليتيود. زي ما اخذنا في الـ في الـ في الـ في السلايس الاولانيه دي اسمها السنترال انجل دلتا اللي هي نفسها الايه الاكستيريال انجل. فالسنترال انجل ايكوال الاكستيريال انجل. وطبعا دي كلها من اول واحد لاخر واحد حسب عددهم يبقى ان في دلتا. لو انا نزلت عمود قسمت الايسوسيس انجل الاولاني من الاو بيربنديكولار تبقى الانجل الصغيره دي تبقى دلتا على 2. ولو نزلت عمود من الاو الى الريزلتنت امبليتيود تبقى الانجل دي كام؟ تبقى الانجل دي كام؟ ان دلتا على 2. يبقى دي ان دلتا اوفر 2 فده برضه ايسوسيس ودي
دلتا اوفر 2. لغايه اللحظه دي في اي مشكله؟ اعيد. لا ادت مفيش مشكله. اوكي بكل بساطه بقول لك بكل بساطه انا عايز اجيب ومش عارف ودي مصر على ساين. طب خلاص لو اتعرفنا كوزاين خلاص اصلحها قبل ما ارفع قبل ما ارفع السلايدز ان شاء الله. فبكل بساطه لو عايز اجيب ساين دلتا على الاثنين ساين انجل دي اجيبها ازاي؟ خلي بالك ده رايت تراينجل فالساين الاوبوزيت على الهايبوتنس. الاوبوزيت ده اللي هو اي نوت على الاثنين لان علمونا في مدرستنا ان لو بتكلم على ايسوسيس الميديان بيقسم الانجل نصين وبيبقى بيربنديكولار على البيز وبيقسم هو ميديان وبايسكتور. في حاله الايسوسيس الميديان هو نفس الباي سيكتور. ميديان يعني يقسم البيز نصين بايسكتور يعني يقسم الانجل نصين. ارجع لمعاصر بتاع اعداديه في حاجه اسمها ميديان في حاجه اسمها بايسكتور. طيب وبالتالي ساين دلتا على 2 هتبقى اي نوت على 2 اوفر الار وساين ان دلتا على 2 المثلث ده. يبقى احنا خدنا المثلث ده وخدنا المثلث ده. ساين ان دلتا على 2 برضو الاوبوزيت الحته دي نص الخط الاسود يعني ايه على 2 اوفر ار. خلاص مش انت عايز الايه؟ مش ده ريكوايرد؟ اقسم الايكويشن الثانيه على الايكويشن الاولانيه هتلاقي الار هتروح والاثنين هتروح يطلع لك ان الريزلتنت امبليتيود بكل بساطه اي نوت ساين ان دلتا على 2 اوفر ساين دلتا على 2. صعبه؟ لا ابدا. اوكي طيب لطالب ذكي مخه نضيف يفكر اجيب الفاي ازاي؟ انا جبت لكم الصعبه اللي غالبا كان من الصعب ان واحد يفكر فيها. اما فاي سهل اقدر اجيبها. اجيب فاي ازاي؟ فاي اقدر اجيبها ازاي؟ مش مهندسين انتوا مش عايزين تشغلوا دماغكم يعني عايزين نخلص ونكروت براحتكم. انا عايز اجيب فاي اللي هي دي فاي اهي. اجيب الانجل دي ازاي؟ اكيد انا اكيد مش بسالكم في حاجه صعبه دي حاجه واضحه ان في دلتا. لا لا خالص خالص بكل بساطه هي الانجل الكبيره ناقص الانجل الصغير يعني هي او بي تي اللي هي الانجل دي كلها ناقص دي ناقص او بي كيو. هتقول لي الحاجات دي عندي؟ اه عندي عارفها. يبقى اقدر اجيب لو انا جبت او بي تي طرحت منها او بي كيو جبت الفاي بكل بساطه. ازاي؟ الانجل او بي تي او بي تي بكام؟ دي او بي تي اهي طبعا دي شايفين المثلث ده؟ امسح بس عشان ايه تبقوا مركزين معايا. الانجل دي ده سوسز وبالتالي الانجل دي قد الانجل دي في البي في الايسوسس بخواص الايسوسس متوازي ما اعرفش بالعربي متساوي لا ايسوسس وخلاص ان التو انجلز اللي قصاد بعض في البيز ار ايكوال وبالتالي دي بلس دي بلس باي بلس اس بلس دلتا فدي دلتا. يبقى الانجل دي قد الانجل دي بلس دلتا ايكوال باي يعني 2 او بي تي بلس دلتا ايكوال باي. جبت الاو بي تي بنفس الطريقه بنفس الطريقه الانجل دي هي نفسها الانجل دي ما ده برضو اسوسس بلس مين دي كلها مين ان دلتا دي ان دلتا
يبقى OBQ 2 OBQ plus N دلتا equal باي. يبقى OBQ بكام ده؟ اطرح OBT ناقص OBQ ولا الفاي. يبقى الفاي هي OBT minus OBQ. اطرح المعادلتين دول مع بعض يطلع لك الفاي N ناقص 1 في دلتا على 2. انا عارف طبعا في الاول في الاخر كده كده نحفظ هتبقى قوانين جيفن اثبات مش علينا، بس انا حريص جدا ان انا اقوي الجزء بتاع المات عندك. انت مش عايز براحتك يعني حاجه، طبعا واحد بيقول لي انا هخش عماره تفرق معايا ايه الحاجات دي، خلاص ايه براحتك يعني، انا بحاول اعمل اللي عليا. في الاخر ان الريزلتنت امبليتيود از جيفن باي اي نود ساين ان دلتا 2 اوفر ساين دلتا 2، وان الفاي هي ان ناقص 1 في دلتا على 2. هنا ناخد سبيشال كيس، هي مش عليه مش محتاجها دلوقتي، هنحتاجها ان شاء الله في الجزء بتاع الديفراكشن ان شاء الله، اللي هو لو الان ده رقم كبير 500 ان لو عدد الايه الفايبريشنز، ودلتا كان رقم صغير جدا. تخيل ان ده اللي هو عدد الفيكتور كان كبير 200 300، وان الدلتا اللي هي الفرق بين الثاني والاولاني او الثالث والثاني كان صغير جدا جدا، فتقريبا ده هيتحول الى ارك بدل ما هو مضلع بالشكل ده، مضلع لا يتحول الى ارك. وبالتالي الريزلتنت امبليتيود عايز اجيبها في الحاله دي لما يكون ان رقم كبير ودلتا رقم صغير، عايز اجيب الايه الريزلتنت امبليتيود. بنجيبها ازاي؟ هنسمي ليت ذا طبعا دي بيتا، بيتا اللي كانت بتساوي كام؟ ان في دلتا، هنسميها بيتا. يبقى هنسمي السنترال انجل بيتا. طيب احنا كنا بنقول دلتا رقم صغير، يبقى ساين لما تبقى الانجل صغيره هي نفس الانجل، يبقى ساين دلتا على 2 تقريبا هي دلتا على 2، ودلتا اللي هي بيتا على ان. يبقى ممكن تشيل ساين دلتا على 2 وتحط مكانها كام؟ بيتا على 2 ان. ماشي، ارجع للامبليتيود، ساين ان دلتا على 2 على هشيل ساين دلتا على 2 وحط مكانها كام؟ بيتا على 2، المفروض هنا في ان مقام المقام بسط طلعت فوق، وان دلتا اللي هي بيتا. طب واحد يقول لي طب ليه ما عملناش كده برضو فوق؟ ليه ما قلناش ساين ان دلتا 2 نفسها ان دلتا 2؟ لا، دلتا صغيره، اما ان دلتا رقم كبير. ليه؟ دلتا رقم صغير، ان رقم كبير، لما اضرب رقم كبير في رقم صغير يطلع لي رقم فاينايت، وبالتالي ما ينفعش اشيل ساين ان دلتا 2 واحط مكانها ان دلتا 2، سيبها زي ما هي. فهو ده الريزلتنت امبليتيود، ان الاي ايكوال ان في النوت دي هنحتاجها ان شاء الله في الديفراكشن ان شاء الله. ان لو عدد الفايبريشنز في الانوت الامبليتيود بتاعت كل واحده، ساين دلتا على 2 اوفر دلتا على 2. الانجل دي هي نفس الانجل دي، يعني ممكن تسميها ساين ثيتا على ثيتا، ساين الفا على الفا. لما تبقى ساين اكس على اكس دي بنسميها سينك فانكشن. مش عارف تخطوا الفانكشن دي ولا لا، سينك فانكشن، سينك يعني سينك اكس، سينك تكتب كده سينك، سينك اكس اللي هي ساين اكس على اكس. سمعتوا عنها ولا لا يا جماعه؟ لا ما سمعناش عنها لسه. اوكي، المفروض تتاخد في الماث، بس ما اعرفش هي بتتاخد امتى. المشكله احنا مش متابعين انتوا التوبكس اللي بتاخدوها في الماث. فالسينك فانكشن زيها زي الساين يعني فانكشن، حتى لو حبيت اكتب على الاكسل او في الماتلاب، لو حد ليه في الماتلاب سينك فانكشن يعني فانكشن، وليها البروبرتيز بتاعتها وليها كل حاجه، اللي هي ساين اكس على اكس. وبالتالي امبليتيود في الحاله لما الان يبقى رقم كبير ودلتا رقم صغير هي سينك، ممكن نكتبها كده، ممكن نكتب الامبليتيود ايه ايكوال ان عدد الفايبريشنز في نوت الامبليتيود بتاع واحد بس في سينك بيتا على 2. بس تبقى عارف ان البيتا اللي هي مين؟ ان في دلتا. او عايز تكتبها وتريح نفسك ما تدخلش نفسك في حوار رموز كتيره، يبقى سينك ان دلتا على 2. لو حبينا نرسمها اهي، يبقى دي اللي هي سينك فانكشن. رسم سينك بيتا على 2، ما دي كلها اللي هي سينك بيتا على 2 مع بيتا على 2، او سينك اكس ساين سينك اكس مع الاكس، دي رسمه السينك فانكشن. بيبقى الامبليتيود عند اكس ايكوال 0، لو سمينا خاص سمي بيتا على 2 هي اكس،
فدي سينك اكس سينك اكس مع اكس حيث اكس اليمين بتاعتي هنسميها دي كلها اكس. فعند اكس ايكوال 0 اهو سيمتريك اهو عند اكس ايكوال 0 بتبقى ماكسيمم بعد كده مينيمم ماكسيمم تقريبا الانجل فريكونسي او المسافات دي ايكوال بتلاحظ الامبليتيود ماله بيقل بيقل لغايه ما يتلاشى تماما. الرسمه دي ان شاء الله هنحتاجها في الجزء بتاع الدفراكشن مش محتاجينها خالص هي يعني السلايد رقم 18 دي ملهاش اي لازمه في الجزء بتاع السوبر بوزيشن بس احنا حطيناها وهنعيدها تاني ان شاء الله في الجزء بتاع الايه ديفراكشن. اوكي تعال ناخد اكزامبل كالكوليت ذا امبليتيود ايه اوف ذا ريزلتنت. اول ما تشوف اكتر من 2 فتعرف ان ده كيس 2. ما انت اول حاجه في مسائل سوبر بوزيشن لازم تحدد الكيس سميها كيس 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4. فاول ما تشوف انهم اكتر من 2 12 15 3 تعرف ان دي كيس ده هي دي كيس الوحيده اللي عندي اكتر من 2. طيب ايدنتيكال امبليتيود هو ده مين اي نوت. اوكي شوف الفيز فاي 1 ب 0 بعد كده فاي 2 ب 5 فاي 3 ب 10 فاي 4 ب 15 فاي 6 ب 20 اخر واحد اللي هو فاي 12 بكام ب 55. يبقى دلتا بكام اللي هي 5 ناقص 0 10 ناقص 5 15 ناقص 10 اللي هي دايما يبقى كده عرفت الدلتا بكام دلتا ايكوال 5 ديجري. طيب what will be the طبعا هي تعويض مباشر فتعويض مباشر ال a equal a نوت اللي هي ب 4 sin n n اللي هي بكام ب 12 في دلتا 5 على 2 بس خلي بالك ده ديجري يعني انت مظبط المود بتاعت الكالكوليتر بتاعتك ديجري اتاكد هي المود ديجري ولا راديان على تعويض مباشر جبت ال a وجبت ال a الفاي. الكيس الثالثه الكيس الثالثه مشتركة مع اللي فات انهم في نفس الدايركشن هما اتنين بالعدد والاتنين في اتجاه الاكس او اتنين في اتجاه الواي الاتنين لهم نفس الامبليتيود هما ايه مشكلتهم دي الكيس الوحيدة slightly different frequencies يعني slightly different frequencies يعني دي الكيس الوحيدة الاوميجا 1 is not equal to اوميجا 2 بس احنا عندنا مبدأ لو الاوميجا مختلفة not equal ما فيش اساسا interference هيحصل ولكن لو هما قريبين من بعض زي ما ضربت لك اكزامبل 200 و205 100 و105 فالديفرنس اصغر بكتير من قيمه اوميجا 1 او اوميجا 2 فدي اللي بنسميها سلايتلي ديفرنت فريكوانسز. فلت هو هنا للسهوله مش لاي سبب تاني سمى اعتبر فاي 1 ايكوال فاي 2 ب 0 هو لازم يكون نفس الايه الامبليتيود اما مش شرط يكون نفس الفاي فاعتبر والله حتى مش سوري مش شرط يكون نفس الامبليتيود ده احنا هنا واخدين نفس الامبليتيود بس للسهوله ممكن تبقى A1 و A2 وعليها مساله يعني احنا واخدينها بس نفس الامبليتيود لسهوله بس الايه الاناليتيكال او لسهوله الاثبات اما وارد جدا ان A1 لا يساوي A2 الفكره والعبره انهم مختلفين عن بعض في الاوميجا بس ايه بس اندر كونديشن ان الديفرنس اصغر بكتير من قيمه اوميجا 1 او اوميجا 2. طيب يبقى زي ما قلنا مثلا ان اوميجا 1 ايكوال اوميجا 2 بلس دلتا اوميجا انا عايز اجيب الريزلتنت فانا عايز اوصل لمجموعهم اللي هي اكس 1 بلس اكس 2 يعني عايز اجمع اي كوزاين اوميجا 1 تي بلس اي كوزاين اوميجا 2 تي. انا خدت الاي كومون ايكوال عشان اقدر اعمل اثبات عشان اقدر اخدها كومون فاكتور. علمونا في مدرستنا اهي كوزاين A بلس كوزاين B ايكوال 2 كوزاين المجموعه على 2 كوزاين ديفرنس على 2 او 2 كوزاين ديفرنس على 2 كوزاين المجموعه على 2 ادي ال 2 اهي طبعا انا اخدت الاي كومون لو كان لا مش قد بعض ما كنتش اقدر اعمل كده بس هي برضه تدي بيتس بس انا ما كنتش اعرف اجيب اعمل اثبات كوزاين ديفرنس يبقى
واحد يقول لي هي اوميجا 1 ناقص اوميجا 2 ولا اوميجا 2 ناقص اوميجا 1؟ يا جماعه كوساين ايفن فانكشن، هي الصح اوميجا 2 ناقص اوميجا 1 بس الكوساين ايفن فانكشن فمش فارقه. يبقى كوساين ديفرنس على 2، كوساين مجموعه على 2. تعال نرسم المعادله دي. دي كنت لما كنت بدي بشرح الكلام ده في الكلاس كنت بخلي احد الطلبه يرسم الكلام ده بالموبايل. في عندك ابلكيشن بيقدر تحط له الفانكشن وكنت تحط اي ارقام، اوميجا 1 مثلا ب 100، اوميجا 2 ب 105، والتايم ارسم مثلا من 0 ل 20 ثانيه، ويحط الامبليتود ب 1، اي ارقام وكانت الطلبه فعلا ترسمها. بتلاحظ ان انت عندك تو فانكشنز مضروبين في بعض. ايه هما التو فانكشنز دول؟ كوزاين اوميجا 1 ناقص اوميجا 2 اللي هي حاجه بطيئه جدا 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 جدا، وكوزاين اوميجا 1 بلس اوميجا 2 على 2 اللي هي تقريبا الافرج. يعني لو قلنا اعتبرنا اوميجا 1 ب 100 اوميجا 2 104 فالافرج اللي هو 102 اللي هو قريب من اوميجا 1 او اوميجا 2، فدي فاست ودي سلو. فلما تيجي ترسم انت بتضرب تو فانكشنز مع بعض، بس واحده سريعه جدا واحده بطيئه جدا، دي رسمتها. اللي انا رسمه ده السريعه دي اللي هي ده الفريكونسي بتاعها اللي هي اوميجا 1 بلس اوميجا 2 على 2، ده الماكسيمم اللي هو ايه 2 a، يبقى ده 2 a ودي ناقص 2 a المينيمم. ليه هنا وصلت للزيرو؟ النقطه دي ليه بصفر؟ اهي النقط دي ليه بصفر؟ لك انت فرض A1 equal A2 اللي هي المينيمم. اما لو كان A1 لا يساوي A2 وده الجنرال، لو A1 لا يساوي A2 يبقى اللي فوق هتبقى A1 plus A2 والمينيمم هي A1 minus A2 او A2 minus A1 مش فارقه يعني. اوكي؟ فتاني احنا هنا واخدين سبيشال كيس، فرضين A1 equal A2 وبالتالي الماكسيمم هيبقى دبل A والمينيمم بزيرو. اما in general لو انا قايل ان ده A1 وده A2 اللي جت قبل كده في الامتحانات وحطيتها لكم في السلايدز، يبقى الماكسيمم هي A1 بلس A2 والمينيمم هي A1 ماينس A2. طيب انا قلت دي السريعه، اما في البطيئه، البطيئه الانفلوب. شايفين الداش اللي انا بعمله؟ شايفين. هو دي البطيئه، مش كده بيسموها بيتس. وكان دي اكسبيرمنت عندكم عملتوها ولا لا؟ المفروض الكلام ده بتشوفوه بعينيكم. ايوه كانت المفروض في تجربه الاوسيلوسكوب بس انها اتلغت من علينا للاسف الشديد. يعني لما كنت بدخل اللاب كنت بجمع الولاد واعملها وناخد اوميجا الديفرنس صغير، ومره اعملها لما الديفرنس كبير واحده 100 وثانيه 200، هتلاقي مش اساسا مفيش بيتس، فالبيتس دي ما بتظهرش. وكل ما الديفرنس يبقى صغير كل ما البيتس تبقى واضحه، كل ما الديفرنس يبقى كبير تبدا البيتس تختفي 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 لغايه بتبقى فانش خالص. فدي الميزه يعني مش دي عمرها ما بتيجي في الامتحان. في حاجات يا جماعه ما بتجيبهاش في الامتحان، في قصدي في امتحان اللاب قصدي يعني، بس انا بعرضها عشان اشوفها بعينيه، مش هو مش مصدقني. فانا فعلا بقعد كده مع الطلبه باخد كذا قيمه، اغير الفريكونسي لما يبقى الديفرنس صغير جدا فالبيتس واضحه قوي، كل ما الديفرنس يزيد كل ما ايه البيتس تقعد تختفي تختفي لغايه ما تبقى فانش خالص. فطبعا الانفلوب هو ده السلو موشن اللي هو اوميجا 1 ماينس اوميجا 2 على 2. فدي بيسموها البيتس، عامل زي النبضات فعلا. هي موجوده. اوكي فدي البيتس اهي. فاو الانفلوب اللي هو ده، يبقى الاحمر المرسوم بالاحمر هو ده اللي هو 2 a كوزاين صغير، والمرسوم بالاسود اللي هو السريع. لو انا حبيت اجيب البريودك تايم بتاع الانفلوب دي اسمها البيتس، دي على بعض دي كلها على بعض اسمها نبضه بيت. البيت دي بتتكرر كل قد ايه؟ عايز اجيب الزمن الدوري بتاعها، عايز اجيب الزمن الدوري، فهي بتتكرر كل قد ايه؟ كل قد ايه؟ مش 50 كل باي،
يا جماعه لو انت بس بدات بالنقطه دي لفه كامله فدي ساينين 2 باي يبقى من هنا لهنا باي يبقى ساوي اللي جوه ده بباي اهو نسويه بباي يبقى اوميجا 1 ناقص اوميجا 2 على 2 تي يبقى لما تيجي تسويها باي تحط الايه البريودك تايم بتاع البيتس هتعرف تجيب التايم بريودك تايم يبقى هي 2 باي على اوميجا 1 ناقص اوميجا 2 لو حبيت بقى اجيب الفريكوانسي بتاع البيتس اقلب الكلام ده يبقى البيت فريكوانسي اقلب هتبقى اوميجا 1 ناقص اوميجا 2 على 2 باي اللي هي اوميجا 1 على 2 باي ناقص اوميجا 2 على 2 باي اوميجا 1 على 2 باي لو مين هي الفريكوانسي 1 هي اوميجا 2 على 2 باي فريكوانسي 2 اللي هي يبقى البيت فريكوانسي والديفرنس وده المطلوب اساسا في اللاب انك تثبت انت تعرف تجيب الايه الفريكوانسي بتاع البيت تعرف تجيب من السيسكوب تعرف تجيب البريدك تايم تختار النقطه دي والنقطه دي وتقيس ايه محور الاكس في السيسكوب هو محور التايم فبتقيسها بالتايم اقلب الكلام ده على 2 اقلب البريدك تايم يعني لو طلع بنص يبقى ايه يبقى الفريكوانسي ب 2 فعلا واتاكد هل اف 1 ناقص اف 2 ب 2 ولا لا يبقى البيت فريكوانسي اللي هي الفريكوانسي بتاع النبضات هي الديفرنس اف 1 ناقص اف 2 فكل ما الديفرنس بيزيد كل ما البيت فريكوانسي بيزيد كل ما الديفرنس بيقل كل ما البيت فريكوانسي بيقل تعال ناخد اكزامبل تو سمبل هارمونيك اوسيليشنز هافينج ايكويشنز اكس برضو تخيل انك انت في امتحان وعرفت دي مساله السوبر بوزيشن اعرف منين دي كيس 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 اولا هما 2 بالعدد طب تعال نتفق اول ما تشوف 2 بالعدد تستبعد الكيس الثانيه ما الكيس رقم 2 لو هما 2 تبقى الكيس رقم 1 يبقى انا كده هفكر في ايه الكيس 1 و3 و4 بس الاثنين في نفس الدايركشن يبقى انا كده استبعدت رقم 4 يعني يا 1 يا 3 بس بص على الاوميجا الفيصل بين 1 و 3 هو الفريكوانسي مش الامبليتيود لان احنا قلنا ان جنرال في كيس 3 الامبليتيود مختلف صحيح عملناها على اثبات ان الامبليتيود ايكوال بس ده مش ده الجنرال مش ده الفيصل الفيصل بين كيس 1 وكيس 3 الفريكوانسي هتلاقي الفريكوانسي 300 وهنا كام 304 شايفين الفرق 300 باي طبعا 304 يبقى كده انا حددت ان ده كيس 3 هي دي الطريقه اللي انا بشتغل بيها يبقى اول حاجه عشان اركز افكاري عشان وقت الامتحان ضيق بصراحه فانت لازم تحدد ده اي كيس كده خلاص عرفت ان ده كيس رقم 3 طيب show that the amplitude of the resultant is modulated يعني من الامبليتيود بيتغير من 0 الى 10 اللي هي من 0 دبل اي يعني وكالكوليت البيت فريكوانسي طبعا كلام فارغ يعني هذه الرسمه بتاعتها فالاي مينيمم اي 1 ناقص اي 2 بصفر الاي ماكسيمم اي 1 ده الجنرال ده الجنرال في حاله لما ايه الامبليتيود مختلف انا حبيت اشتغل مساله جنرال في حاله لما طبعا يكون ايكوال فالمينيمم بصفر والماكسيمم بدبل اي اما القاعده العامه ان الاي مينيمم هي اي 1 ناقص اي 2 والاي ماكسيمم اي 1 بلس اي 2 وطبعا البيت فريكوانسي اللي هو الديفرنس اف 2 ناقص اف 1 خلي بالك اف 2 مش اوميجا 304 باي على 2 باي ناقص 300 باي على 2 باي تطلع ب 2 بيس دي طبعا معرفش اي تي اس طبعا دي غلطه طيب دي اللي جت في الامتحان احد الامتحانات بس دي جت وللاسف اللي حلها قليل قوي 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 بصراحه انا اللي كنت بصحح السؤال ده عشان كده فاكر يعني هنجيب حد يشوف هيعرف يحلها كان مركز معايا ولا لا تعال نختار معيار اذا كان معيار مش عايز اسلم عليا خصمان النهارده طيب علاء خالد انا ما اعرفش الاء ولا علاء لا كده ولا كده احمد عباد حاجه جميله خالص حاجه جميله جدا مش حاجه جميله خالص
اسلام هاني ما شاء الله ولا حد معايا حاجه تفتح النفس كده بصراحه. اسلام طاهر ايوه مع حضرتك يا دكتور. لا انت الوحيد اللي معايا انت اللي هظبطك بصراحه. طب انت عجبك ايه يا اسلام؟ هو لا هو ممكن يكون عندهم مشكله في المايك كان كاتب على الشات وده دي مش عذر يعني احنا من بدايه المفروض خلاص احنا التعليم اونلاين يا صاحبي بيفكروا والله اعلم من الفول ان شاء الله اللي جاي احتمال نرجع تاني الكليه بس طول ما انت بتتعلم اونلاين لازم يكون مايك ب 10 جنيه ولا 15 جنيه يكون معاك. وارد جدا دكتور ينادي عليك وارد جدا اللي عايز يتاكد فعلا الشخص ده افيلابل مش فاتح وايه وقاعد بيلعب. فدي قصه منتهيه من زمان يعني مش اول مره في التعليم الاونلاين ده ثالث سمستر بالنسبه لكم. المهم فدي مساله جت في الامتحان زي ما قلت لك وانا اللي كنت بصحح السؤال ده. جيفن عندك الرسمه دي قال لك اكس 1 اي كوزين اوميجا تي واكس 2 ايكوال بي كوزين اوميجا بلس دلتا اوميجا تي يعني اوميجا 2 هي اوميجا بلس دلتا اوميجا وقال لك الاي اكبر من البي. الاي اللي هي الامبليتيود بتاع اكس 1 والبي الامبليتيود بتاع اكس 2 يعني اي 1 لا يساوي اي 2. السؤال هات لي قيم اي 1 واي 2 او اي وبي من الرسم. هل هذا يا اسلام؟ هو يعني هو احنا لو هنجيب هو الامبليتيود ب 8 بس انا مش قادر احدد هو ده بي ولا ايه. احنا قلنا ده الصم قلنا الجنرال اي ماكسيمم هي اي 1 بلس اي 2 يعني هو ده اي بلس بي. الماكسيمم هو اي بلس بي والمينيمم اي ماينس بي. تمام المينيمم عندي ب 2 يبقى اي ماينس بي ب 2 واي بلس بي ب 8 بالظبط. تحلهم مع بعض جبت قيم الاي والبي. بعد كده عايز البيت فريكوانسي برضو. الميزه ان الريكوارد الثاني ملوش اي علاقه بالريكوارد الاولاني فانا بصحح كان كتير من الطلبه كان بيحلوا 2 و3 ما عرفش يحل واحد يعني واحد كانت صعبه بالنسبه لهم بس البيت فريكوانسي تعرف تجيبه. هتعرف تجيب البريودك تايم بكام؟ هنا 5 وهنا 15 يبقى البريودك تايم بكام؟ ب 10 يبقى 0.1. بعد كده عايز دلتا اوميجا. ما هي دلتا اوميجا بكام؟ ب 2 باي اف بي مش البيت فريكوانسي. اف 1 ناقص اف 2 اضربه في 2 باي تطلع لك دلتا اوميجا. فهمت؟ اخر كيس ودي الكيس الوحيده بتمتاز طبعا ان عددهم 2 زي اللي فات ليهم نفس الفريكوانسي. دي ميزه بتاعتها انهم بيربنديكولار متعامدين على بعض. كل اللي فات ارجع لكل الكيسز اكس 1 واكس 2 كلهم يا اما اكسات او في الواي يا اما في الاكس دايركشن او في الواي دايركشن. طيب دلوقتي لو واحده على الاكس وواحده على الواي ودي اللي انتوا بتاخدوها في الايه في الاكسبيرمنت اللي هي بتختار اكس واي مود في السيسكوب ولا دي اتلغت؟ انا ما اعرفش انا مش متابع اللاب قوي. لا موجوده. ايوه دي موجوده. دي موجوده الحمد لله. اوكي فدي بالظبط اللي بنعملها. يبقى عندنا اكس ايكوال اي كوزين اوميجا تي بلس فاي 1 وواي. اول مره اكتب اكس وواي. كل مره كنت بكتب اكس 1 اكس 2 اكس 3 او واي 1 واي 2 واي 3 عشان واحد يقول لي انت دايما بتقول لنا اكسات يا اكسات او وايات المهم كلهم في نفس الدايركشن. اول مره اكتب واحده على الاكس وواحده على الواي مختلفين في الامبليتيود مختلفين في الفاي قد بعض يعني هي نفس كيس 1 بالظبط. الفرق ان كيس 1 الاثنين كانوا في اتجاه الاكس او في اتجاه الواي هنا لا واحده في اتجاه الاكس واحده في اتجاه الواي. فدي بنحلها ازاي؟ دي بنحلها اناليتيكالي مش جرافيكالي. بقسم الطرفين على اي 1 وفك الكوزاين بقسم الطرفين على اي 2 وفك الكوزاين. انا هسرع الاثبات قوي يعني مش ذات قيمه بس تبقى فكره واخد فكره عنه. ضرب الايكويشن الثالثه في كوزاين فاي 2 وضرب الايكويشن الرابعه في كوزاين فاي 1 بعد كده طرح عمل كده ليه؟ عشان الترم ده يروح مع الترم ده. الترم ده كوزاين اوميجا دي كوزاين فاي 1 والترم ده كوزاين اوميجا دي كوزاين فاي 2 فراح ضرب اللي فوق في كوزاين فاي 2 وضرب اللي تحت في كوزاين فاي 1 وطرحهم من بعض عشان اشيل الترم ده. لو عمل كده طلع لك الايكويشن دي. هنكرر نفس الكلام ده تاني. انا عايز اطير الترم ده فده ساين اوميجا دي ساين فاي 1 وهنا ساين اوميجا دي ساين فاي 2 هضرب الايكويشن الثالثه في ساين فاي 2
وضع بالإكويشن الرابعة في ساين فاي ون واطرحهم من بعض. طالك بصي بقى على إكويشن أربعة وخمسة. إكويشن أربعة وخمسة. أنا عايز أخلص من ساين أوميجا تي وكوساين أوميجا تي. مش عايز عشان تجيب تراجكتوري باث المفروض خدته كام ده في الميكانكس. أنا هنا مش هقدر أجيب إكس وواي سوري الريزلتنت زي ما كنت بعمل قبل كده. كل اللي أنا اللي عايز أوصله التراجكتوري باث معادلة المسار. معادلة المسار زي ما علمونا في الميكانكس هي معادلة بين الإكس والواي ما فيهاش تايم. يعني أنا عايز أعرف البارتيكل هيتحرك إزاي. لو عندك تو ويفز بيربنديكول على بعض تو سيمارمونيك موشن بيأثروا عليه متعامدين على بعض فأنا عايز أعرف بيتحرك إزاي الريزلتنت. فأنا مش هقدر أجيب معادلة الإكس هي الأمبليتيود والفاي زي ما كنت بعمل قبل كده خالص. لأ أنا كل عايز أوصل لمعادلة الإيه المسار دي الأشكال اللي أنتوا بتشوفوها في السي آر أو. فأنا عايز أخلص بالتايم معادلة المسار لازم يبقاش فيها تايم. تلاحظ عندك ساين أوميجا تي كوزين أوميجا تي سكويرنج وإيه وآدنج أقدر أخلص من التايم فباي سكويرنج وآدنج وصلت الإكويشن دي. طب أنت عندك كوزين كوزين زائد ساين ساين ده اللي هو كوزين ديفرنس. تبقى دي الإكويشن بتاعتي دي المهمة بالنسبة لي سواء إثبات تفهم أو ما تفهمش. إكس سكوير على إيه وان سكوير بلايس واي سكوير على A2 square minus 2xy على A1 A2 cosine difference equal sine square. دي معادلة ايه؟ دي المعادلة الجنرال بتاعت مين؟ بتاعت الاليبس. دي المعادلة الجنرال اللي فيها xy بتاعت الاليبس. ودي الايه دي general equation في الاليبس والاشكال بتعتمد على الفيز difference phi 2 minus phi 1. هناخد 3 cases. اول case لو phi 2 plus phi 1 بزيرو. 0 او 2 باي او 4 باي يعني ان فيز ترجع للايكويشن كوزاين 0 كام 1 كوزاين 0 بكام 1 تبقى الايكويشن بتاعتي بكام بالشكل ده كوزاين 0 ب 0 يبقى الترم اللي بعد الايكوال بصفر يبقى كوزاين 0 ب 1 وساين 0 بصفر. الايكويشن دي معادله اليبس اسف بعتذر. الايكويشن دي ممكن اكتبها بالشكل ده x على a1 ناقص y على a2 all square. رجعها تاني فكها هتطلع x square على a1 square plus y square على a2 square minus 2 الاول في التاني. طبعا خد الروت معادلة صفرية يبقى دي معادلة خط مستقيم السلوب بتاعه positive. يبقى لو الفيز ديفرنس بين x y 0 او 2 باي او 4 باي فالريزلتنت هي خط مستقيم السلوب بتاعه positive a2 على a1. طب لو كان out of phase يعني 180 باي 3 باي 5 باي فبدل ما دي هتبقى اشاره نيجاتيف هتبقى اشاره ايه بوزيتيف يبقى مفكوك الاي بلس يبقى اطلع خط مستقيم للسلوب بتاعه نيجاتيف. اخر حاجه لو فاي 2 ناقص فاي 1 بباي اوفر 2 او 3 باي اوفر 2 او 5 باي اوفر 2 كوزاين باي اوفر 2 بزيرو وساين باي اوفر 2 ب 1 وبالتالي المعادلة بتاعتي تبقى بالشكل ده اللي هي دي معادلة إليبس. لو A1 equal A2 equal A تتحول إلى سيركل. ودي الأشكال اللي انتوا بتشوفوها في حالة الريزيستنس بتشوفها خط مستقيم وفي حالة الكاباستور والكويل بتشوفها إليبس. في أي سؤال بشانسين؟ فعد عنده أي سؤال؟ ما حدش عنده سؤال. هو مفيش غير اثنين انت واسلام يعني هو اساسا الدفعه بقت اثنين والحمد لله رب العالمين. طيب اشوفكم ان شاء الله يوم الخميس الساعه 3:30 ان شاء الله. شدوا حيلكم ان شاء الله في الامتحان وربنا يسهل ويطلع سهل ان شاء الله. حضرتك هتبعت لنا السلايدز؟ ابعتها لك دلوقتي ابقى كنت عايز اصلح فيها شويه حاجات او ابعتها لك دلوقتي ما هي دي مش داخله في الامتحان. الامتحان لغايه نهايه الدامبت يعني حابب ابص عليها الاول بس اريح شويه لو اللي هي موضوع فكره الساين بس اخليها كوزاين وابعتها لكم ان شاء الله. ماشي تمام يا دكتور اشوفكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم.